شوخی مولد 1957 متزوج أب 4 أولاد مديت 1979 باش بديت نسرح بديت الهوات ثم دخلت الاحتراف سنة 1980 1989 هاد المرض أنا ما عرفتش شي كيقول بأن واحد الطرونشيات ديال لبني كنا فيهم هاديك الخبرة ديال قديمة قالت وخيرا هي لي دخلت وشي كيقول هاكا أنا محتاجة العلاج تيقولو بأن مكاينش العلاج باغي شي وحدين ولا شي جمعية ولا شي محسنين يساعدوني باش نتعالج إذا كتب الله العمر إذا كان باقي العمر لا أنا كنطلب منهم هادوك حيت عارف الحالات ديال غير الإعانة المعنوية اللي كيجي نعم اللي كيجي عندك فنان صاحبك وجدو كتحس براسك ولكن هذا هي الحياة عند بعض الناس يعني تعارفهم كيفاش الظروف ديالهم باغيش منهم فلوس ولا شي حاجه انا والله كنشكر بزاف نوال مرت السبتي فاطمة النوال فاطمة النوالي والسبتي وحركات وحقيقة داروا معي بزاف جراو وسميتو ما نسيت كنسى دابا كيوقع لي واحد النسيان كنسى الإخوان دابا 3 سنين ناس في المستشفى العسكري عام شهر وص في 20 أغسطس الناس واحد 15 يوم صافي جيت دابا جاو قالوا لي غيديوني للمستشفى العسكري ولكن يا جاي ما كاين لا دواء هادشي ما كاين والو هادشي كلشي كاين برا الدواء ديال لا ما كاينش انا كنطلب منهم يساعدوني باش نتعالج العلاج كنطلب منهم ما حاولوش العائله ديالك يدقوا الباب ديال وزاره الثقافه وزاره ما كاين كيعرفوش الوالدة مسكينة دابا عيني فاتا عيني قبل بكا ولات كتخرج لا مكتبقاش كتقد تبقى تشوفو لا وليت كنخليها كنقولها سيري خرجي حتى تمشي عند اختي شكون اللي كيصرف على كذا انا مرة خرجت ما مرة خرجت من جهة من الشمال ما كرداش تولد مسكين خارجة ضرب الجبال اخوتي الله يجازيهم بخير
كل واحد وكل وحدة كيجيبوا حاجة كندوزو بها الوقت. حتى شي حاجة لهاد الساعة كاين واحد البطاقة هي اللي خرجوا لينا قال لك غادي يكون فيها لحد الساعة بحالها بحال هادوك البطائق ديال كيشي تبون مي ما كتكون الصالحة دخلها تخرجها ما فيها هو هي هادي البيضة ديرينا في جيوبنا وتا واحد لحد الساعة ما سلمنا شحال من واحد مسكين مراد هذا تاع الفنانة مساكن راهو ماكي تا هما كيقاسيو أنا بغي شي تيفا تيفاتا من عند سيدنا تا هو يشوف من حالنا الله ينصرو راه هو اللي خدام في هاد البلاد راه يكذب عليك كداب غير ما كيوصلوش بزاف د الحوايج ما كيوصلوش أما هو راه خدام الله ينصرو.